كون في الفيديو غنشوفوا لي شيما دو ديماراج ديال الماشين اسينكرون. دونك كيتقسموا لي دو شيما، كاين السيركوي الاول هو السيركوي دو بويسونس اللي كتكون فيه غولاسيون مباشره مع الموتور اسينكرون، وعندي السيركوي دو كوموند اللي هو اللي كندير به لا كوموند اللي كيكون ليوتيليزاتور عنده لاكسي ليه. دونك كنعرفوا ان لي ماشين اسينكرون سون دي ماشين غنخدموا هنا بتري فازي. دونك غادي نرسموا واحد الماشين هي دو سيركل، واحد كيمثل الستاتور اللي هو برا، والوسطاني كيمثل الغوطور اللي هو الداخل. دونك تري فازي فيها 3 برونش، اذا 3 فاز. الفاز الاولى ديال الماشين كنسميوها U1، الفاز الثانيه U2 V1، والفاز الثالثه هي W1. كنجيبو الريزو عندي فيه 3 فاز، ديال الفاز 1 الفاز 2 الفاز 3 اللي غنسميو الاول L1 لا لين 1، لين 2 لين 3. دونك كيف كنعرفو اول حاجه خاصني نبرونشيها هي البروتكسيون، اذا كتكون عندي ان سيكسيونور. دونك الرام ديال السيكسيونور كيكون بحال هكا، اذا كل فاز غندير فيه بور سيكسيونور ديالو ومعاهم لي فيزيب، اذا كيتسمى سيكسيونور افيزيب، اذا كنبرونشي معاه واحد الفيزيب. دونك هاد لي 3 سيكسيونور راه كيكونوا كوموندي اون ميم طون، داكشي علاش كندير بيناتهم دي بوانتي بحال هكا، وكنديروا هاد الرام ديال انه كيتكوموندا اون ميم طون وكيتسمو كيو. دونك هذا هو سيكسيونور، كيكون معلم بهاد تيغي لي هنايا. ورا السيكسيونور كيجي الكونتاكتور، الكونتاكتور هو اللي كيكون عندنا لاكسي ليه باش كنديرو باش لاليمونطاسيون كندوزوها ولا كنقطعوها على الماشين. ده الكونتاكتور هذا هو الرمز ديالو كيف قرينا في البروتكسيون. اذا 3 كونتاكتور، كل كونتاكتور كيكون عنده مع فاز وكيكون عاوتاني كوموندي اون ميم طون، اذا كيكونوا بيناتهم دي بوانتي بحال هكا، وكنسميوه كا ام، اذا نسموه كا ام كا ام 1. اذا وراء لي كونتاكتور كتجي بروتيكسيون الاخيره اللي هي لي غولي تيرميك اللي كنعرفهم كيديروا لنا البروتيكسيون كونتر لي سيغ شارج. هذا هو الرمز ديال الغولي تيرميك، كدير لينا بروتيكسيون كونتر لي سيغ شارج عاوتاني شاك فاز، وكنبرونشوهم مع الماش. اذا هاد لي غولي تيرميك كيكون عاوتاني راه اباراي وحده كتجي بحال هكا، وكنربزو ليها ب اف، وهذه غتكون هي الشيما دو بويسونس. دونك هاد لي سيكسيون كيكونوا فيرمي في الاول الا كان شي ديفو. هاد لي كونتاكتور كنكومونديهم بالشيما دو كوموند، اذا كنسدوهم وكنفتحهم بالشيما دو كوموند. الا تسدو راه لاليمونطاسيون كدوز للماشين، الا تفتحو راه لاليمونطاسيون كتقطع على الماشين. دونك هادي هي الشيما دو بويسونس، يعني كتجي لنا واحد البويسونس اللي تقدر تدور ليا هاد الماشين، تقدر تخدم لي الماشين. بالنسبه للسيركوي دو كوموند، اذا السيركوي دو كوموند هو اللي عند ليتيليزاتور لاكسي ليه، اللي يقدر يدير ليا الكوموند ديال هاد لو سيركوي. دونك كيكون هو سيركوي مونوفازي، غالبا كنخدمو غير 12 فولت باش حتى الا وقع شي ديفو ديزولمون ما كيتاثرش ليتيليزاتور، كتكون بويسونس قليله. اول حاجه كنبداو بها دائما هي السيكسيونور والفيزيبل. هنا في السيركوي دو كوموند كنفرقوهم، اذا السيكسيونور اللي هو كي 1 وهنا الفيزيبل كنرمزو ليه بي اف. هذا راه سيتان فاز، وراه كنديرو الغولي تيرميك. اذا الغولي تيرميك هنا كنرمزو ليها بهذا الرمز، تعرف لي زانتيريبتور كل واحد راه الرمز ديالو. اذا الغولي تيرميك هي هادي، وكندير هنا الرمز ديال الغولي اللي هو بحال هكا. اذا هذا هو الرمز ديال الغولي تيرميك، وغنسميوها نفس السميه اللي هي اف. اول انتيريبتور غنبداو به هو لاغي، علاش؟ حيت خاصو يكون قبل المارش باش الا بغيت نوقف الماشين كنقطعو به لاليمونطاسيون على السيركوي كامل. اذا بوطون داغي غيكون داير بحال هكا، وكنرمزو ليه بحال هكا حيت كيكون بوطون بوسوار، هذا هو الرمز ديال البوطون بوسوار، وغنسميوه AR. اذا AR يعني هذا كيقطع لاليمونطاسيون على السيركوي كامل. ورا لاغي غيجي لو بوطون دو مارش، اذا هنا البوطون داغي كنديروه فيرمي، علاش؟ حيت ملي غيدي اكسيونيه ليا ليتيليزاتور غادي يتفتح، ملي غيولي مفتوح يعني لاليمونطاسيون تقطعات على السيركوي دو كوموند اوتوماتيكمون كيقطع على السيركوي دو بويسونس. اذا داكشي علاش كنمثلوه فيرمي او غوب. بالنسبه لو بوطون دو مارش كنرسموه مفتوح في الغوب، اوفير او غوب، يعني كيكون داير بحال هكا. علاش؟ حيت فاش ليتيليزاتور غادي اكسيوني غيتسد وغيدوز ليا لاليمونطاسيون، اذا غنسميوه اس ان.
ورا الماش غنجيبو الغولي اللي كتحكم ليا في لي كونتاكتور. اذا هذه سيت ان غولي كتكون عباره على واحد البوبين، اون فوا كدير ليكسيتاسيون كتاكتيفي ليا هاد لي زانتيريبتور هذا، غنسميوها كي ام ان، وهذا غيكون هو النادر. دونك هنا هذا هو السيركويت كوموند، هنايا نشرحوه مزيان، يعني فاش ليتيليزاتور كيكون عنده لاكسي لهذا وهذا كيكون بعيد عليه. دونك هنايا فاش ليتيليزاتور غادي يورك ليا على اس 1 اوتوماتيكمون لاليمونطاسيون غادي تدوز من الفاز للغولي كي ام 1. هاد كي ام 1 اي كونتاكتور ولا اي انتربتور عنده علاقه بها الا كان مسدود غادي تفتح، كان مفتوح كيتسد. مثلا هاد كي ام 1 هادو دي كونتاكتور اللي عندهم علاقه بهاد كي ام 1، عندهم نفس اللون يعني نفس السميه عنده علاقه بها. اوتوماتيكمون هادي فاش تكون اكسيتي هاد لي كونتاكتور غيتسدوا، يعني لاليمونطاسيون اللي غادي تدوز للماشين غتخليه في الغوطاسيون. بروبليم كي سو بوز هنا هو ان هذا سي تان بوتون بوسوار. البوتون بوسوار كنعرفو فاش كنحيدو عليه ايدينا كيرجع ليطا انيسيال ديالو اللي هي لوفيرتور. دونك هنايا خاصني نحاول نلقى سوليسيون باش ميم هذا يرجع يتفتح الغولي تيرميك تبقى اليمونتي. دونك هنا كندير واحد لانتيريبتور باراليل مع هاد البوتون بوسوار. هاد لانتيريبتور كيكون عنده علاقه مع كي ام 1 اوسي، اذا هو واحد لانتيريبتور من لي زانتيريبتور اوكسيليير ديالها وكيتسمى المانتيان. علاش كنديروه؟ باش هنا باش نوركو على اس 1 اوتوماتيكمون هاد كي ام 1 سوغا اكسيتي، دونك كي ام 1 غيولي فيرمي الكورون عنده لاكسي. ميم هادي يعاود يتحل كيبقى الكورون عنده لاكسي من هاد لو سونس هذا، دونك هادي توجور غتبقى اكسيتي. الا بغيت نوقف الماشين يكفي ان نورك على البوطون داغي، يعني ميم هذا مسدود ما كيبقاش الكورون كيوصل للكي ام 1. دونك هذه هي سيركوي دو ديماراج بالنسبه للموتور ا اون سول سونس. اذا هنا الماشين كدور في سونس واحد. الى بغينا نديرو الفونكسيونمون ديال هاد السيركويت كوموند سو فورم دان غراف سيت، دونك غيكون عندنا ليطاب انيسيال غتكون كلشي فيها او روبو زيرو، كنتسناو لا كوموند ديال اس 1 كتاكتيفا لينا الغولي كي ام 1 اوتوماتيكمون. هنا الموتور غيولي اون مارش. الا بغيت نوقف الماشين يكفي ان نورك على البوطون بوسوار ار ديال لاغي وغادي توقف. دونك هذا هو لو فونكسيون ديال هذا السيركوي دو كوموند. اذا هذا السيركوي دو كوموند كنخدمو في سيستيم كابلي، يعني كنقدر نتحكم في الماشين فقط بدي زانتيريبتور دي كونتاكتور. وهذا الى بغينا نخدمو بسيستيم اوتوماتيزي، يعني نخدمو بلي سيركوي لوجيك بروغرامابل لي زا بي اي. دابا الى بغينا احتاجينا ان الماشين تدور لينا في دو سونس، يعني دو سونس افون و اغيغ، اذا في هذه الحاله كنولو خدامين بدو سونس، يعني سيركوي دو بويسونس غيبقى تقريبا بحال بحال، كيضاف عليه فقط لو سونس الثاني. اذا كنبدا دائما بلي 3 فاز ديال الريزو ال1 ال2 ال3. سيكسيونور كما العاده 3 سيكسيونور افيزيب. دونك هنايا خصني نزيد لي فيزيب. قلنا ان عندهم لو ميم كوموند كي 1، وراها غنجيبو لو سونس 1. اذا هنا لي زانتيريبتور لو كونتاكتور ديال بروميي سونس غنسميهم كي ام 1، وراه كيجيو لي غولي تيرميك يا بروتيكسيون كونتر لي سور شارج، يعني الماشين الا كانت كدور شي حاجه اكثر من لا شارج ماكسيمال ديالها. هادي هي الغولي. عاد غنمشي للماشين تري فازي اللي عندها 3 فاز. الفاز الاول اللي قلنا هو U1، الفاز الثاني هو V1، والفاز الثالث هو W1. اذا هادو كل وحده فيهم كتشكل ليا اون غول. وغنجيب الفاز 1 غيمشي لU1، الفاز 2 غيمشي لV1، والفاز 3 غيمشي لW1. دابا الى بغيت ندير السونس الثاني فيكفي انني ندير نقلب جوج ديال لي فاز. علاش؟ لان كنعرفوا ان
le sens qui est le sens de rotation du champ magnétique. Je vais le sens de rotation du champ magnétique, il faut que le sens du courant. Je vais dire cette question, je vais laisser les phases comme ça, mais les deux des phases, je vais les changer. Par exemple, on va prendre la phase 1, كان L1 برونشي مع U1 غادي نخليوه هنا. إذن ناخدو عاوتاني كونتاكتور آخر في 3 كونتاكتور تاع هو كونتاكتور تخي فازي هذا كيكون عندهم لا كوموند أون ميم طون. إذا الأول نخليه كما هو. إذا L1 غتبقى مع U1 ما غاتغيرش هنا في كاينة لا ليزون. بالنسبة ل L2 كانت في الأول مبرونشية مع V1 لاحظتوها كان في الأول مبرونشية مع V1. إذا لو سونس الثاني غناخدوها غنبرونشيها مع دوبل V1 غادي نقلبها باش يتقلب ليا لو سونس. وبالنسبة لدوبل L3 اللي كانت مبرونشية مع دوبل V1 غادي نبرونشيها هذه المرة مع V1 وبهذا غنكون قلب الجوج ديال لي فاز اوتوماتيكمون لو سونس كيتقلب الى تسدوا لي هاد لي زانتيريبتور. اذا هاد الكونتاكتور هذا غنسميوه KM2. كيقول لك هنا ضروري خاصني فروياج. علاش؟ باش ما يعطيش لو سونس ما تعطيش للماشين دو سونس دو روتاسيون. اذا ضروري هنا خاصك تزيد واحد الفروياج بيناتهم، يعني واحد في هاد الجوج هو اللي كيكون فيرمي، ما يمكنش تكون اون ميم طون لي دو كونتاكتور فيرمي. هادي هي الشيكو سيكوي دو بويسونس بالنسبة للديماراج ا دو سونس. إذا كنخليو ديال الديماراج ا اون سول سونس عادي، ولكن كنزيدو معاه واحد الكونتاكتور لي دو فاز كنقلب ليهم البرونشمون ديالهم مع الماشين. إذا كان عندي L1 مع U1، L2 مع V1، L3 مع W1، في الكونتاكتور الثاني كناخدو L1 كنخليه مع U1، أولا كنختارو أي فاز ماشي مشكل، ولكن لي دو زوطخ فاز خاصنا نقلبوهم، يعني L2 وليت مبرونشيها مع دوبل في ان و L3 وليت مبرونشيها مع في ان. بالنسبه للسيركوي دو بويسونس هو هذا. دابا نشوف السيركوي دو كومون. اذا غنبدا من التحت سيركوي دو كومون. هنا عندي جوج ديال لي زانتيريبتور، يعني حتى هنا خصو يكون عندي جوج ديال لي غولي. اذا ديما بروتكسيون هي الاولى كنبدا بها سيكسيونور بلس فيزيبل. إذن هذا Q1 وهذا F ولا F1. ثاني حاجة هي الغولي تيرميك، إذن هي هذه والرمز ديالها هو هذا نسموها F بحال هذه. البوطون داغي اللي غيكون ضروري باش نقدر نوقف الماشين كيكون سي تان بوطون بوسواغ. إذن آخر كنورك عليه كيتفتح كيرجع يتسد عادي، يعني هو في ليطا نورمال ديالو راه مسدود، ملي كنوركو عليه راه كيتحل. دابا هنا عندي دو سونس. اذا نقسم الشيما دو كوموند. لو سونس 1 غنكوموندي بواحد الانتيريبتور اللي غنسموه S1 مثلا ندير بحال هكا. لو سونس 2 غنخدم بواحد الانتيريبتور اللي غنسميوه S2 ولا بوطون بوسوار. هذا ماشي انتيريبتور، بوطون بوسوار S2. اذا هاد S1 غيكوموندي ليا الغولي KM1 وال S2 غتكوموندي ليا الغولي KM2. يعني هاد الغولي هادي عندها علاقة بهاد لي زانت لي كونتاكتور، وهاد الغولي KM2 عندها علاقة بهاد لو سونس. لو سونس الثاني هنا كيما شفنا السيركوي ديال لو بروميي سونس، ضروري خاصني نزيد المانتيان باش مني يرجع هذا يتحل يبقى ليا الماشين في الغوط اون غوطاسيون. اذا هاد المانتيان هذا غيكون عنده علاقة ب KM1، اذا غنسميوه KM1 وغنسميوه هو بخومي انتيريبتور اوكسيليير. وهنايا غنديرو واحد اخر اللي غيكون عنده علاقه ب KM2 وغيكون هو الاول ديالها KM2. اذا بخومي اوكسيليير ديالها كما شفنا في الشيما دو بويسونس قلنا خصو يكون فروياج. كذلك هنا خصني نحقق هاد الفروياج، يعني ان هاد لي دو غولي ما خاصش يكون عندهم لاكتيفاسيون اون ميم طون. اذا دائما فاش كتبغي دير واحد الفروياج اونتخ دو غولي كدير اون سيري معاهم واحد لانتيريبتور اللي كيكون فيرمي او روبو، يعني في لوطا نورمال ديالو راه فيرمي، ومني غيتاكسيونا غيولي اوفيرت، يعني مني غيخدم غيتفتح. هادي KM1 وهادي KM2.
اذا كائم 1 كتعطيها اوكسيليير اخر مع هو السيري مع كائم 2 اذا غتجي لهنا غتسمي هذا كائم 1 لو نومبر ديالو هو جوج عندها الواحد هذا جوج بجوجهم عندهم غولاسيون مع كائم 1 هذا كيكون عنده غولاسيون مع كائم 2 غنسميوه كائم 2 2 اذا عنده غولاسيون مع كائم 2 الاول ديالها الثاني اذا هاد الغولي عندها دو اوكسيليير اللي هو كائم 1 1 و كائم 1 2 وهاد الغولي عندها دو اوكسيليير اللي هو كائم 2 2 كائم 2 1 دونك هنا برينسيپ دو فونكسيون ديال هادي كيكون هو هذا ملي غادي يجي لواحد ليتيليزاتور غيورك ليا على اس 1 اوتوماتيكمون كورون غيجي فهاد لو سونس غيلقى هاد الطريق مدوز دايز هذا بما ان هادي ديزاكتيفي يعني تيزيكسيتي حتى هاد الانتربتور يكون فيرمي لانه في الروبو ديالو راه فيرمي يعني الكورون غيقدر يدوز للكائم 1 غتوقع ليكسيتاسيون ديال هاد الغولي اي انتربتور عنده غولاسيون بهادي كتبدل ليطا ديالو مثلا هذا كان اوفر اذا غيولي فيرمي غادي يدير ليا المانتيان هذا كان فيرمي غيولي اوفرت اذا تولي كائم 1 اكتيفي ولا اكسيتي كيف كنسميوها كيتسد ليا الانتربت الكونتاكتور كائم 1 وكيمشي ليا الماشين في لو سونس 1 في لوكا ديال شي واحد جا ورك ليا على اس 2 واش ما غاديش تخدم ليا كائم 2 هنا علاش لان هذا ديجا مفتوح يعني ميم شي واحد يورك على اس 2 ما غيكونش لاكسي الكورون انه يوصل كائم 2 دونك باش نقدر ندور الموتور في لو سونس 2 خاصني ضروري نقطع لا ليمونطاسيون كامله باش يرجع هذا يتسد اذا غادي نورك على لاغي الموتور غيوقف لان بجوجهم غيولوا ديك الساعه ديزاكتيفي اي ابري نعاود نورك على اس 2 باش ندوز لو سونس الثاني وغيتفتح ليا هاد الانتربتور باش مني ورك ليا شي واحد على الاس 1 ما تاكتيفاش ليا كائم 1 دونك هذا هو الشيما ديال بويسونس والسيركوي دو كوموند ديال دو سونس نعاود نشرحوها بسرعه عندنا الشيما دو بويسونس كنديروا فيها دو كونتاكتور واحد بور بروميي سونس والثاني بور دوزيام سونس الفرق بيناتهم غير كنديروا لا بيرميتاسيون ديال دو فاز يعني فاز 1 مع 3 كنقلبوا ليهم البرونشمون ديالهم مع الماشين والفاز 1 كنخلوه كما هو بالنسبه للشيما دو بويسونس كيكون عندها جوج ديال لي غولي كل وحده كيتاكتيف كيكومونديها واحد البوطون بوسوار بالنسبه لكائم 1 درنا معها اس 1 وكائم 2 درنا معها اس 2 وضروري خاص يكون معاهم فروياج اذا هذا هو الفروياج بيناتهم يعني ان هاد لي دو زانتير هاد جوج ديال لي غولي ما كيتاكتيفاوش او ميم طون ملي كتاكتيف ملي كنوركو على اس 1 وكتاكتيف ليا الغولي كائم 1 اوتوماتيكمون المانتيان ديالها غادي يتسد يعني غتبقى ديما هي ماكتيفيا ميم شي واحد يورك ليا على اس 2 ما غاديش تاكتيف ليا كائم 2 لان هاد الانتربتور هذا غيكون اوفرت ديك الساعه خاصنا نوركو ضروري على البوطون داغي باش نقدر هادي ترجع نو اكسيوني اوتوماتيكمون هذا غيرجع يتسد يعني غيكون عندك لاكسي انك تاكتيفي كائم 2 دونك هذا هو بالنسبه للشيما دو كوموند ديال دو سونس لو بروبليم ديال هاد لي دو شيما ديال ديماراج ديريكت هذا كيتهدى وهذا كيتسموا ديماراج ديريكت لو بروبليم اللي كنلقاو فيهم هو في لوكا ديال الديماراج يعني في لانستون دو ديماراج كنعرفوا ان الماشين اسينكرون في الديماراج ديالها كتحتاج واحد الكورون تقريبا كيمشي حتى ل 4 فوا اي ان يعني كنا غنخدموا بواحد الكورون نومينال اي ان فلوك الكورون دو ديماراج اي دي كيمشي ما بين 4 اي ان ا 8 اي ان يعني انه كيكبر بزاف لوك في البارتي دو ديماراج الموتور كيولي كيجر واحد الكورون كبير بزاف هذا كيشكل ليا مشكل علاش لان لي زاباري اللي غيكونوا مبرونشي مع هذا الموتور ما غاديش يقدروا يسيبورتيو ليا هذا الكورون كامل اذا نقدر تخسر ليا شي حاجه في السيركوي داكشي علاش ما امكن خاصني نقلب على دي سوليسيون اللي ينقصوا ليا هاد الكورون دو ديماراج من بين هاد لي سوليسيون كاين ديماراج ستاتوريك اذا هاد ديماراج ستاتوريك الطريقه ديالو هو اننا نحاولوا نقصوا من هاد الكورون دو ديماراج اذا كيفاش غادي نديرو حنا كنعرفوا ان الكومبوزون اللي كينقص ليا الكورون هي الريزيستونس باللوادون اذا كنعرفوا ان اي ايغال ا او سور ار حنا عندنا طونسيون ما غيتغيرش لانه جاي من الريزو طونسيون كومبوزي كيبقى الريزيستونس يعني الا كبرنا لا ريزيستونس اوتوماتيكمون الكورون كيصغر يعني غنحاولوا نزيدوا دي ريزيستونس اون سيري مع الماشين ف
في الباتي ديال الديماراج، ومن بعد نشوفوا كيفاش خاصنا نحيدوهم باش في لوكا نورمال ديال الماشين اللي تكون خدامه عادي ما تكونش كتاثر ليا هاد الريزيستونس على الكورون اللي داخل الموتور. دونك هاد الديماراج هذا ما كاينش واحد الشونجمون بزاف، دائما عندنا سيستيم تري فازي، اذا 3 فاز اللي غنكونوا جايبينهم. كنبدا بالسيكسيونور قلنا اللي هو لاباراي بروتيكسيون اللي عندنا في هذا السيركوي الاولى، اذا ومعاه فيزيبل. السيكسيونور التالت، اذا هذا 3 فاز، دائما كتكون بيناتهم غولاسيون وحده يعني كيخدموا اون ميم طون. كي هذا الفاز الاول ال1، هنا ال2، هنا ال3. من بعد كيجيو لي كونتاكتور، هنا غنديرو غير سونس واحد، دوزيام سونس راه ميم برانسيب. اذا 3 كونتاكتور وغنسميهم كام1. هنا كيبدا الشونجمون. اذا قبل ما ندير لي غولي تيرميك كنجيب واحد البلوك دو ريزيستونس وكنبرونشيوهم اون سيري. كاينين بزاف الحالات، كاين اللي كيدير غير باتري واحد يعني 3 ريزيستونس كل وحده في فاز، كاين اللي كيدير دو باتري، كاين اللي كيدير 3، نقدروا نديروا حتى 3. اذا مثلا نديروا دو باتري، يعني غنجيبوا ريزيستونس اخر هنا، بلوك اخر ديال لي ريزيستونس كيتسمى باتري دو ريزيستونس ولا بلوك دو ريزيستونس. كنجيبوا هنا عاوتاني بلوك اخر ريزيستونس اخر. اذا هذا هو البلوك الاول وهذا هو البلوك الثاني. عاد من بعد كيجيو لي غولي تيرميك، اذا لي غولي تيرميك غيكون عندهم علاقه فقط بالماش. اذا هنا دونك ندخلو الماشين اسينكرون. اذا هذه هي U1، هنا V1، هنا W1، وهذه هي الغولي تيرميك F. اذا هادو غنسميهم R1 وهادو غنسميهم R2. هنايا كنعرف في الديماراج ملي غادي نسدو لي كونتاكتور الاول، اذا اوتوماتيكمون الكورون غادي صغار بسبب هاد لي دو ريزيستونس وغيوصلني الماشين داكشي اللي بغيت، يعني واحد الكورون صغير على الكورون دو ديماراج اللي غيكون هو 8 المرات اي. مع الوقت ديال الديماراج غادي الموتور كيديماري، الكورون كيبدا يرجع ليا ليطا نورمال ديال الكورون دو نومينال. اذا في هذه الحاله هذه خاصني نبدا نحيد هاد لي ريزيستونس، علاش؟ لان الا خليتهم الموتور ما غاديش يبقى يوصل الكورون كامل في البوان دو فونكسيونمون ديالو. داكشي علاش غنجي لكل بلوك كندير ليه واحد الكور سيركوي. اذا مثلا الريزيستونس الاولى غندير ليها كور سيركوي ولكن كوموندي بواحد كونتاكتور بحال هكا، يعني فاش ما غنبغي نحيد هذه يكفي انني نسد هذا الكونتاكتور كنعرفوا ان الكورون غيتفاداها وغيدوز من لو شومان لو موان ريزيستيف. اذا غيجي من هنا. دونك كذلك بالنسبه للريزيستونس الثانيه غندير اون باغالي مع واحد الكونتاكتور اللي نقدر نسدو وغادي نحيدوها، في الريزيستونس الثالثه كذلك. اذا هنا عندي 3 كونتاكتور باغالي مع هادو. ملي غادي نكون الموتور كيديماري نقدر نحيد هاد البلوك الاول، ما يبقاش اون فونكسيون، غادي نسد هاد لي كونتاكتور غيولي الكورون يجي من هنا وغادي يتفادى يدوز من هاد الريزيستونس، يعني بقى لي غير ريزيستونس وحده. من بعد نقدر نحيد حتى هادو، يعني هاد الكونتاكتور ندير معاه واحد اخر هنا، فاش نسدوه حتى هو غنولي نتفادى ان الكورون غيتفادى انه يدوز من لي دو ريزيستونس. نغيجي بحال هكا. الانتربتور الاخير غيجي بحال هكا. اذا هنايا شاك بلوك دو ريزيستون درت ليه كور سيركوي بواحد الكونتاكتور. اذا هذا غنسميوه كام 2 وهذا غنسميوه كام 3. دونك في الاول الديماراج كنسد غير كام 1 كيخدم ليا الماشين عادي مع هادو اون سيري معاه، يعني الكورون كيكون شويه ناقص على الكورون دو ديماراج. مع الوقت الكورون دو ديماراج كيبدا ينقص
كنسد لي زانتير الكونتاكتور كا ام 2، ملي غيتسد الكا ام 2 اوتوماتيكمون الكورون غيولي يدوز ليا من كا ام 2 وغيدوز من هاد لي ريزيستونس. مع الوقت عاوتاني الكورون غيرجع ليا الكورون نومينال، ملي غنفوتو البيريود ديال الديماراج غيرجع الكورون نومينال، يعني حتى هاد لي ريزيستونس ما يبقى عندهم تضور، غيولي خاصني نسد كا ام 3، غيولي الكورون يجي من لي فاز يدوز من لي زانتيري من لي كونتاكتور بجوج ويدخل الماشين، يعني بحال هادو ما يبقى عندهم حتى شي ضرر. دونك كان كور سيركويتي بلوك باغ بلوك. دونك هادي هي كتسمى ديماراج ستاتوريك. اذا ديماراج ستاتوريك ولا ريزيستونس ستاتوريك. كنبرونشي في ستاتور، شتي هنا كنكونو شادين من ستاتور، هاد لي ريزيستونس كيتبرونشو مع ريزيستونس ديال ستاتور. في الاول الكورون دو ديماراج غيكون صغير، اون فوا غنرجع الكورون نومينال كنحيدو هاد لي ريزيستونس بهاد لي كونتاكتور هنا اللي كيدير لهم في الكور سيركو. دابا كيفاش كنخدم السيركوي دو كوموند ديال هاد اللي غادير ليا هاد لا فونكسيون؟ اذا السيركوي دو كوموند غيبدا في الاول عادي، اذا في الاول كيكون عندنا سيكسيونور مع الفيزيبل في الغولي تيرميك، دونك هادو ما كيتغيروش دائما كاينين لانهم بروتيكسيون ديال السيركوي. اذا هنا اف اف وهنايا كي، هادي فاز. من بعد غندير لاغي، لو بوطون داغي ضروري باش كنوقف في الماشين. اذا هذا سي تان بوطون بوس، وغدا هو الرمز ديالو، خصكم تردوا البال بين الغولي تيرميك وبين البوطون بوس اللي غنسميه اخ. عاد كيجينا البوطون مارش، اذا اللي غيكون هو هذا اس 1، اذا اس 1 غيكون هو هذا حتى هو بوطون بوسوار. هنا ما غنديرش دو سونس، يعني يكفي غولي الاولى ديال السونس واحد اللي هو كا ام بحال هكا ديريكتومون، هنا ما كاينش البروياج وخاصني المانتيان ديالها. اذا ضروري المانتيان ديال كا ام 1 اللي هو هذا وغنسميوه كا ام 1. هذا كا ام 1 عنده غولاسيون بهاد الكونتاكتور. دابا حنا قلنا ان من بعد ما غتاكتيفا ليا كا ام 1 غيتسد ليا هاد الكونتاكتور غيخدم ليا الموتور ابخي ان طون. اذا طومبوريزاسيون، هنا كيدخل ليا لو تيرم دو طومبوريزاسيون. بالنسبه للجرافسات راه قضيه ساهله في طومبوريزاسيون، ولكن ملي نكونو خدامين بالسيركوي دو كوموند طومبوريزاسيون كنخدمو بواحد لي زانتيري، بواحد لي زانتيريبتور بحال هذا ولكن طومبوريزي، اللي غادي يكون عندهم لاكسيون ما كتكون سيغ بلاس، كتكون غوتاردي بواحد لو طون. مثلا هنايا اون فوا تاكتيفا كا ام 1 هاد كا ام 1 سوغا فيرمي غيتسد ديريكتومون. علاش؟ لانه كونت انتيريبتور نورمال، ولكن الا كنت باغيه ما يتكومونداش سيغ بلاس بيتو يتعطل واحد شوي عادي يتسد. هنا كنخدم بواحد السامبول اخر اللي كيعنيو لي زانتيريبتور طومبوريزي، كيكون الرمز ديالهم هو هذا. اذا هذا ملي غادي نسموه حتى هو كا ام، يعني كا ام 1 2، يعني ملي غادي نسد اس 1 كا ام 1 سوغا اكسيتي اوتوماتيكمون، كا ام 1 1 غيتسد، يعني غتبقى ديما هادي خدام. ولكن هاد كا ام 1 2 ما غاديش يتسد سيغ بلاص، كيتسنى ان سيغتان طون كنكون ديجا ديفيني ليه محددينو ليه. اذا ملي غيدوز داك الوقت اللي حددتي لهذا عاد غادي يتسد هو داك الوقت ديال الديماراج. اذا هذا غيكون كيكوموندي ليا كا ام 2. اذا هنا غتكون عندي واحد الغولي اخرى اللي هي كا ام 2. اذا كيف شفنا غادي نوركو على اس 1 كا ام 1 سوغا اكسيتي، كا ام 1 1 سوغا فيرمي سور بلاس غيتسد ليا كا ام 1. اذا غتخدم ليا كا ام 1 مزيان. ابخي ان سيغتان طون هاد كا ام 1 2 غادي يتسد حتى هو، اذا غتخدم ليا كا ام 2 اوتوماتيكمون هاد لي كونتاكتور غيتسدو، يعني هاد لي بلوك الاول ديال لي ريزيستونس اليميني ما بقاش عنده دور، غيولي كيدوز ليا الكورون من هذا يعني كيتخطاه وغيمشي للبلوك الثاني. عاوتاني هاد كا ار 2 حتى هو خصو يتيليمينا. اذا ابخي واحد لو طون ما كا ام 2 تاكتيفا، يعني غنجيب هنا واحد لانتيريبتور طومبوريزي اخر، ولكن هذا عنده علاقه بكا ام 2 غنسميه كا ام 2 ان، حتى هو غادي يسد غي اكتيفي ليا الغولي كا ام 3 اللي هي ديال بلوك ريزيستونس الثاني باش حتى هو يتكور سيركويت، غيولي الكورون كيجي من هنا
اوتوماتيكمون كيدوز الماشين، ما يبقاش يدوز من لي ريزيستونس. اذا هاد لي ريزيستونس كنحتاجهم فقط في الديماراج، اون فوا الموتور كي ديماري خصني نحيدهم. هذه هي الطريقه. اذا هادو غنشوف ثلاثه النوتر باش كنرمزو لواحد الغولي اللي عندها انتريبتور تومبوريزي. كنديرو هنا واحد خوا بحال هكا، يعني راه عندها واحد الانتريبتور ولكن بواحد لو طون تومبوريزي بواحد لو طون. اذا هو هذا. اذا كنوركو على اس 1 اوتوماتيكمون كا ام 1 سوغا اكسيتي، كا ام 1 سور بلاص غادي يتسدى تولي هادي مانتيان ديالها كاين، يعني خدامه ديما. غيولي الموتور خدام مزيان في الديماراج، كاينين دو ريزيستونس غينقصوا ليا فيهم شويه الكورون. مع الوقت هاد كا ام 1 2 غيتسد من غدوز هاد لو طون، يعني 30 سكوند ولا شوف لو طون اللي غنكونوا حنا حاسبين ديال الديماراج، غيتسد ليا كا ام 1 2 غتاكسيتي ليا كا ام 2. اذا سور بلاص لانتيريبتور الكونتاكتور كا ام 2 غيتسد، هاد لي كور هاد كور سيركويت تا هاد لي ريزيستونس ما يبقاش عندهم دور. من بعد ما غتاكسيتا كا ام 2 بواحد لو طون تي اللي غنكونوا ديجا حددناه شحال كيساوي، غتسد ليا هاد لانتيريبتور اوتوماتيكمون غاد سوغا اكسيتي كا ام 3. اذا كا ام 3 باش تولي اكسيتي غتسد ليا هاد لي كونتاكتور ار 2 تا هما غيولوا كور سيركويتي، ويكون الموتور فات بوان دو ديماراج. اذا غيولي خدام في البارتي اوتيل ديالو خدام عادي. دونك هذا كيتسمى ديماراج ستاتوريك، هادي هي السيركوي دو بويسون ديالو، وهادي سيركوي دو كوموند. لانكونفينيون ديال هاد ديماراج ستاتوريك هو كو ملي كنقص في الكورون ديال الستاتور اوتوماتيكمون حتى الكوبل كينقص، يعني نقدر نلقى مشكل في الديماراج. يعني الا كنتي مرونشي اون شارج في لوكا ديال الديماراج قبل ما ديماريش ليك الموتور، لانه ما عطيهش كوبل سيفيزون باش يدورو ليك. دونك هنا نقدر نخدم باوتر ميثود لي بلاصت هاد لي ريزيستونس ما نحطهم هنا في الستاتور، نقدر نبرونشيهم في الروتور باش نخلي الكورون نومينال ديال الديماراج عادي، ولكن نقصو بواحد الطريقه بلا ما ناثر على الكورون على الكوبل دو ديماراج. اذا هنايا نقدر هاد لي ريزيستونس بلاص ما نخليهم في الستاتور نديرهم في الروتور. دونك السيركوي دو بويسونس غيتغير، ولكن السيركوي دو كوموند راه كيبقى كما هو. هاد لي زانتريبتور اللي كانوا في الستاتور غيولوا في الروتور، يعني ميم برانسيب. بالنسبه للديماراج روتوريك غيولي بحال هكا، اذا نديروه حتى هو ديماراج روتوريك. ديماراج روتوريك. دونك هنايا غيكون عندنا 3 فاز ديما ديال ستاتور سيكسيونور ابري لي كونتاكتور. هما هادو غنسميها كا ام. دابا غنجي مباشرة لي غولي تيرميك. إذا هنا السطاتور ما غنقربوش ليه، السطاتور غنخلوه عادي، غنقص الكورون ولكن عن طريق الروتور. إذا هنا وغنمشي للماشين، هذا هو السطاتور ديال الماشين، وعاد كاين الروتور لداخل. دابا هنا الروتور حنا كنعرفو أن الروتور دائما كندير ليه كورسيف، ولكن دابا غنقدر ندير لي ريزيستونس هنا في الغوطور. اذا هنا كنجيبو لي 3 زونغولمون غوطوريك، حيت كنعرفو ان الاسانكرون فيه 3 زونغولمون في الغوطور، و كنبرونشيو معاهم لي ريزيستونس. اذا هنايا غنجيب ريزيستونس بحال هكا، البلوك الاول نقدر تا هو نديرو فيه دو بلوك، نقدر نديرو فيه بلوك واحد، و غادي نديرو ليهم كور سيركوي بحال هكا. اذا هذا البلوك ديال لي ريزيستونس. كيف قلنا ستاتور راه هاد لي بلوك كنحتاجهم فقط في الديماراج، اذا ملي غنفوت الديماراج خصني نحيدهم. داكشي علاش تاني هنا غنديرو دي كونتاكتور لي غيديرو ليا لي كور سيركوي ديال لي ريزيستونس ملي غنسالي منهم. اذا هنايا كل ريزيستونس كدير معاها واحد الكونتاكتور لي غيدير ليها واحد كور سيركوي. هنا كيجيو بحال هكا، وهذا غنسميه كائن كائن دو، بلا ما ندير جوج ندير غير فقط بلوك واحد. اذا بلاصه هاد لي ستاد ريزيستونس اللي كانوا في الاول هنا في ستاتور، دابا رديناهم مع الغوطور في الديماراج غنخليهم. ملي نفوت لو طون دو ديماراج صافي غادي نسد هاد لي زانتيريبتور اوتوماتيكمون، لي ريزيستونس كيتكور سيركويتا وما كيبقاش عندهم
aucune route. دابا نشوفوا السيركوي دو كوموند. اذا السيركوي دو كوموند نديروه هنا لانه صغير تقريبا راه بحال ديال ديماراج ستاتوريك ما كيتغيرش. كنبدا دائما بالبروتيكسيون يعني سيكسيونور مع فيزيبل اي رولي تيرميك. هاد لي تخوا ضروري خصهم يكون هادو كنساهم هنا. من بعد لاغي اذا بوطون داغي بوطون بوسوار وغنسميوه اغي. عاد كيجي المارش اذا اس ان نجيبوه بحال هكا بوطون بوسوار ديال اس ان والغولي تيرميك غولي الغولي الاولى اللي هي ك المانتيان ديالها ضروري باش كنخليها تولو اكسيوني. اذا غنسميوه ك ام 1 كيف قلنا خاصني ابخي واحد سيغتان طون ابخي سيغتان تمبوريزاسيون خاصني نسد ك ام 2. اذا غادي نديرو عاوتاني هنا واحد لانتيغيبتور تمبوريزي هو هذا اللي هو بواحد دو طون تي وغنسميه ك ام 1 2 اللي غي اكسيوني ليا واحد الغولي اخرى هي ك ام 2. اذا ابخي واحد لو طون من ديماراج غنسدو هاد لانتيغيبتور اوتوماتيكمون ك ام 2 غادي تسد ليا لي ريزيستونس غادي تحيدو. اذا نفعل تاني هنا عندها واحد طومبوريزاسيون كنديرولها بحال هكا. اذا هذا هو سيركويت كوموند يعني بحال الاول ديال ستاتور ما كاينش تغيير فقط التغيير كاين في البارتي دو بويسونس. اذا هنا ال 1 ال 2 ال 3. اذا هذا هو الديماراج روتوريك. اذا هنا دابا شفنا 3 تيب دو ديماراج. كاين ديماراج ديريكت اللي كنبرونشيو الموتور مباشره ديماراج ديريكت اون سول سونس او بيان دو سونس. كاين ديماراج ستاتوريك اللي شفنا فيه ديماراج لي ريزيستونس في البارتي ديال ستاتور مع السيركويت كوموند ديالهم. وكاين ديماراج روتوريك اللي عندنا لي ريزيستونس كيكونوا برونشي افيك لي زونغولمون روتوريك.